السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد. فذلك عيسى يتكلم مثل ما وعدناكم. اليوم بدينا في الحلقه الثالثه. الحلقه الثالثه طبعا اختارينا مكان جدا، اكثر شيء المرغوب ومعروف هو في تركيا فقط. احنا مع الاسف الشعب العربي، يعني دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا كثير على الاماكن هذه ما بيجون على منطقة بيشكتاش. بيش بنعلمكم، بنالكم احنا كمان رايحين بنعلمكم على كلمة تركية. بيش خمسة، تاش الحجر، يعني الخمس احجار بيسمونها. فقط هي المشهورة اكثر شيء بالفريق تبعها، فريق بيشكتاش. تعرفون احنا عندنا الاهم فريق غلطسراي، فنربخشه وبيشكتاش. بيشكتاش هو الرمز تبعهم طبعا النسر، هيدا هو بتشاهدوه مع النسر. النسر بيشكتاش بتشوفونه بوسط المدينة. اليوم ان شاء الله رايحين نفرجيكم على الاماكن الفخمة. ليش بيشكتاش جدا هي في اي بي شوية، يعني تختلف عن اماكن لاليلي واخسراي. هون خاصة في الاماكن هيدي الشوية في اي بي، الكلاس، الشعب الكلاسي التركي موجود في الاماكن هذه. راح نفرجيكم على الشوارع واحد واحد ان شاء الله، على المطاعم نفرجيكم، وعلى الاماكن الرخيصه خاصه احنا حابين نفرجيكم ونعرفكم على اسطنبول ان شاء الله. الحلقه الثانيه يلا تفضلوا مشان بنكمل ونفرجيكم على اماكن الحلوه والقويه والجميله ان شاء الله، وخليكم متابعين. اهلا وسهلا. اوكي، اهلا وسهلا فيكم من جديد. فذلك عيسى يتكلم. هلا طلعنا على الميدان، هيدا هو ميدان بيشكتاش. الرمز وراي بتشوفون هيك النسر اللي قلت لكم عليه، يعني هون كل بدايه شارع في المنطقه هذه حاطين الرمز، هيدا رمز الفريق، يعني فريق بيشكتاش. على الاتجاه الثاني نخلي المصور بيندار هيك، الوجه اللي عليه الامرايه هذا شايفينه، هيدا تمثال الحريه، يعني منطقة بيشكتاش هي منطقة الحرية وفيها من كل الأجناس وكل الناس موجودة. خاصة الشارع هيدا اللي ماشيين فيه السيارات بيسمونه شارع بربروس خير الدين باشا. بربروس خير الدين باشا تعرفونه هو الأصل جزائري، وعلى عهد قانوني سلطان سليمان أجابه قانوني سلطان سليمان اللي كان حاكم على الأبحار الموجودة في الدولة العثمانية. الميدان ميدان بيشكتاش على الاتجاه الثاني، هيدا هو بنفرجيكم على ميدان بيشكتاش. ميدان بيشكتاش في التمثال هو تمثال بربروس خير الدين باشا كمان، وميدان بيشكتاش على الاتجاه هذا كمان. كل شارع له مدخل وبتشوفون الاماكن الحلوه وراكم البحر. خلى المصور بيفرجيكم على البحر، هيدا هو بحر مرمره، هيدا هو دليس بحر مرمرة، يعني مضيق البصفور، خاصة هو مضيق البصفور. إن شاء الله رايحين بنفرجيكم على مضيق البصفور. أهلا وسهلا، يلا تفضلوا إن شاء الله، مش رايحين بنفرجيكم على المفاجآت وأماكن حلوة لسع أكثر. يلا تفضلوا. طبعا جماعه حبيت بعطيكم فكره شويه هيك مهمه وطيبه هيك تركيه، خاصه شايفين رمز القنيه هيك، يعني رمز البطل هيدا. هاي معناته اذا عندك اخذت مي، بطل مي بشربته وخلصت ما بتكبها في الارض، يعني زباله لازم تحطها هون. ليش؟ مشان هذه بيستعملونها المره الثانيه، يستعملونها في المصانع، يصنعونها من جديد، يصنعونها من جديد ويستعملونها، خاصه البلاستيك. هذا هيك بيشوف، شايفين شكل البلاستيك معملينها. ايوه، اهلا وسهلا فيكم من جديد. فذلك عيسى يتكلم. هلا وصلنا المركز بيشكتاش. مركز بيشكتاش هذا موقف الباصات من كل اسطنبول، من كل اتجاه، من اي مكان هذا بدكم تجون على بيشكتاش تركبون في الباصات. هذول شايفين طابقين، هذول كمان هذا من اتجاه المترو، الباص اللي جاي هذا من اتجاه المترو. شايفين بيشكتاش مجيدية كوي، شيشة مجيدية كوي جاي.
الباصات هون الكل مركز المواصلات بتركيا خاصة مشهور هون، والسفينة هلا رايحين يمشي على السفينة من هون الناس الشعب يجون يركبون حتى من قسم يعني اسطنبول القسم الأوروبي إلى قسم الآسيوي. تفضل تعال نروح برجيكم السفينة وبرجيكم بضيفه بصور كمان. أهلا وسهلا فيكم، يلا. لسه نحن في الميدان، حبيت اني بفرجيكم شايفين هون من بيشكتاش، من قصر بيشكتاش الى جزر الاميرات في مواصلات ادالار، يعني الجزر ادالار الجزر يعني جزيره الاميرات، وكل الجزر هون موجوده. كمان تقدرون تروحون على جزر الاميرات من هون. تمام حبايب، هذا هو مضيق البوسفور، بفرجيكم على مضيق البوسفور، يعني جسر ياو السلطان سليم، جسر محمد الفاتح، وجسر مضيق البوسفور. مضيق البوسفور بعد شوي ان شاء الله بفرجيكم عن المنظر. اوكي يلا تفضلوا. اليوم حبيت بفرجيكم على مكان VIP خاص، يعني خاصة اللي جيتوا على اسطنبول على منطقة بيشكتاش او بالليل بدكم تخرجون من الاوتيل، بنصحكم بالمكان هيدا. شايفين المطعم مكتوب عليه هانيدان، هانيدان يعني من عائلة السلطان، معناته جدا خدمات فخمة هون. المطعم هيدا ثلاث طوابق، الطابق الاول هيدا مشاوي، شايفينه مشاوي، الطابق الثاني اسماك يعني مطعم سمك، والطابق الثالث في الكافيه منطقة يسمونها هانيدان. اوكي يلا تفضلوا. اوكي ايوه، اهلا وسهلا فيكم من جديد. فضلك عايز يتكلم هلا في الميدان بربروس خير الدين باشا بيشكتاش، منطقه بيشكتاش هي المشهوره في بربروس خير الدين باشا. التربه تبعه بربروس خير الدين باشا، طبعا بربروس خير الدين باشا انشهر على عهد قانوني السلطان سليمان، هو انولد بال 1478. بربروس خير الدين باشا على عهد ياو السلطان سليم وقانوني السلطان سليمان هو كان اشهر واحد، وأنه إجا على اسطنبول السفن تبعه ربطهم في المكان هيدا على خمس أحجار، ولا هيك سموا المكان هيدا يعني بيشكتاش، خمسة معناته بيش خمسة، بيشكتاش خمس أحجار ربطوا عليها السفن بربروس خير الدين باشا المكان التربة تبعه، وللدار لهيك هذول المدافع بعد شوي راح بنفرجيكم عليه، وهو بربروس خير الدين باشا مثل ما بتشوفونه بالتمثال، هيدا التمثال بربروس خير الدين باشا، تفضلوا راح بنفرجيكم على بربروس خير الدين باشا. اوكي هلا مثل ما شايفين التمثال تبعه بربروس خير الدين باشا معملين التمثال، القاعده التمثال مثل السفينه. اوكي اهلا وسهلا فيكم من جديد، فذلك عايز يتكلم. حبيت بعطيكم معلومة خاصة على المكان هيدا اسمه ماندلز. ماندلز اشهر شوكولاتة في تركيا في منطقة بيشكتاش بتجربونه هون، طبعا الشوكولاتة الساخنة اربع طوابق هيك. اليوم هلا جينا بوقت متأخر، وقت بالنهار هذا يجيكم مثل الوندور بتكونوا صافين بالدور. اوكي ايوه اهلا وسهلا فيكم من جديد، وذلك عيسى يتكلم. طبعا اليوم الحلقه الثالثه، نهايه الحلقه الثالثه، وصلنا في المنطقه هذه بيسمونها اكاريتلار بيشكتاش. طبعا الاوتيل اللي وراي هيدا تشاهدون عليه اوتيل كبير، دبل يو يسمونه، دبل بي او دبل يو بنسميه احنا،
حبينا بفرجيكم على مكان خاص، منطقة بيشكتاش. منطقة بيشكتاش هي المنطقة المشهورة والمهمة في تركيا. ننصحكم على الأماكن هذه لازم تجون، خاصة المنطقة هذه فيها الكافيات الخاصة الوي اي بي المشهورة. هاي كلها كافيات مثل ما عم تشوفون، كلها كافيات ومطاعم وأماكن خاصة. شكرا لكم للمتابعات والمشاركات واللايكات، خليكم ويانا وإن شاء الله الاستقبال الجاي بنشوفكم في المستقبل. أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم.